لم يكن المصير الذي لقيته الجماعات الإرهابية في العراق على أيدي القوات العسكرية الباسلة بالأمر المستغرب، لأن تلك الجماعات التي تأسست على الباطل لا يمكنها إقامة دولة، وكل ما كان في مقدورها فعله هو تحقيق النصر في جولة استمرت لمدة 3 سنوات، وقبل أن ترفع على أنقاضها القوات العراقية راية دولة الحق التي ترفرف اليوم عاليا في الموصل. محلقات العفاهة انهزموا دول الجدار الدواعش هاي هسه احنا هاي في القتاسعة. لكن المستغرب في الأمر هو حسم العراق للمعركة في وقت أسرع من المتوقع، فالولايات المتحدة الأمريكية التي تقود تحالفاً من 60 دولة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي كانت تدعي أن معركة إنهاء التنظيم في العراق ستستغرق على الأقل 10 سنوات، ادعاء أثبتت القوات العراقية بطلانه وكشف الزيف دعاته، فهذا التحالف لم يكن الهدف منه القضاء على داعش بل تلميع صورة الأنظمة الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها السعودية والبحرين والإمارات، كما وأن هذا التحالف لم يكن جادا في القضاء على داعش لأن الأخير يخدم أهداف القوى الكبرى في المنطقة. سيد عدو واجب به نتباهى شق حلق الوقت مو بس حلق سلمان من فتوى جهاد لسان عطاها فزعت كل زلمنا من الجبل للهور ما صدق السيد علي ناداها. لكن العراقيين وقادتهم الدينيين والسياسيين لم ترهبهم التحليلات الأمريكية، بل قلبوا الطاولة على أمريكا عبر الفتوى العظيمة التي أصدرها آية الله العظمى السيد علي السيستاني والتي ولد الحشد الشعبي من رحمها فحرر الأرض وصان العرض والمقدسات. وبعد هذا النصر فإن المنطقة مقبلة على مرحلة ستكون أشد وطأة على الأنظمة الدكتاتورية وفي مقدمتها أنظمة آل سعود وآل خليفة بعد أن سقطت جولة الخرافة التي أنفقوا المليارات لإقامتها. من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي